أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة التفجيرات التي شهدتها مدينة بنغازي شرقي البلاد، وأكد أهمية إجراء الانتخابات العامة هذا العام، ودعا المستشار عقيلة صالح رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية ووزارة الصحة كلا فيما يخصه القيام بما يلزم اتجاه هذه الحادثة المروعة في حق الأبرياء ومتابعة المنفذين.